في السابع من يناير لعام 2011 كانت فاندا بيرس وهي امرأة أمريكية على موعد مع الصحفي البرتغالي الشهير البالغ من العمر 65 عاما كارلوس كاسترو. وكانت فاندا تنتظر كارلوس في بهو الفندق الذي يقيم فيه في مدينة نيويورك الأمريكية، لكن الرجل المسن لم يظهر في موعده كما هي عادته. وعندما حاولت فاندا الاتصال به عدة مرات لم يجيب على هاتفه. انتظرت فاندا عدة دقائق أخرى وكانت تهم بمغادرة المكان، عندما خرج من المصعد فجأة شاب تعرفه جيدا وهو ريناتو سيرا، عشيق كارلوس الذي يقيم معه في نفس الغرفة. كان ريناتو يسير على عجل عندما أوقفته فاندا وسألته عن كارلوس الذي لم يظهر بعد، وقد أثارت إجابته على سؤالها الحيرة والقلق في نفسها على حد سواء، حيث أن الشاب البرتغالي ذو 21 عاما نظر إلى الفتاة في ثقة موضحا لها أن كارلوس لن يغادر غرفته. قبل أن يغادر مسرعا غير مبال بنظرات التعجب والاندهاش التي علت وجه فاندا، قررت فاندا أن تصعد إلى الغرفة لتفقد كارلوس بنفسها، حيث أن حدسها أخبرها بأن مكروها ما قد أصاب الرجل العجوز، ولذلك فقد اتجهت إلى موظفي الفندق وأعربت لهم عن قلقها، وبدورهم صحبوها إلى غرفة كارلوس الذي لم يجب على طرقات الباب المستمرة. فتح الموظفون باب الغرفة في نهاية الأمر باستخدام المفتاح الرئيسي الذي كان بحوزتهم، وعندما دلفوا إلى الغرفة وجدوا مشهدا مرعبا. كانت جثة كارلوس ترقد على أرضية الغرفة بعد أن تم اجتثاث خصيتي الرجل المسن بشكل بشع. وقف المشاهدون المذعورون أمام ذلك المنظر في صمت لعدة ثوان قبل أن يعره من فورهم للاتصال بالشرطة. ترى ما الذي حدث ما بين العشيقين في تلك الغرفة وأدى إلى هذه النهاية المروعة لقصة حب لم تدم طويلا؟ وهل ستتمكن الشرطة من إلقاء القبض على ريناتو الذي غادر الفندق بالفعل قبل وصولهم بوقت كاف ليلوذ بالفرار؟ لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة شاهد معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. ولد ريناتو سيرا في 9 من أكتوبر لعام 1989 في مدينة كانتاناهيد بالبرتغال، وكان حلمه وطموحه من الصغر يتجلى في أن يصبح عارض أزياء عالمي. ولهذا السبب عندما أعلنت شبكة التلفزيون البرتغالية عن عزمها إنتاج برنامج محاكاة للبرنامج الأمريكي الشهير نيكست توب موديل، لم يتردد ريناتو في التقدم لتحقيق حلمه. كان البرنامج في الحقيقة برنامجا واقعي يبث وقيع مسابقة بين عارضي أزياء من مختلف أنحاء البلاد، وقد حملت النسخة البرتغالية التي تم إطلاقها في العام 2010 اسم البحث عن حلم، وكان اللقب الذي يتنافس عليه ريناتو وزملائه هو لقب فيس موديل للعام 2010. لم يفز ريناتو باللقب في نهاية الموسم، واقتصر دوره في البرنامج على المنافسة على المركز الثالث الذي خسره أيضا في النهاية، لكن البرنامج ساعد ريناتو بشكل أكبر على تحقيق شهرة لم يكن يحلم بها، حيث أنه بدأ يتلقى عروضا من شركات الأزياء وبدأ يحظى بعلاقات على أعلى مستوى في هذا المجال في البرتغال. على رأس الشخصيات العامة التي تعرفت على ريناتو في عالم الترفيه والصحافة بعد الشهرة التي حققها في البرنامج، صحفي برتغالي يدعى كارلوس كاسترو، وهو معروف بآرائه الدفاعية عن مجتمع الميم أو المثلية الجنسية. كان كارلوس يعد أيقونة بالنسبة لمجتمع المثليين في البرتغال، حيث أنه من أوائل الشخصيات العامة الذين أعلنوا عن مثليتهم الجنسية، ودعوا غيرهم من المثليين جنسيا بعدم الشعور بالخزي من هويتهم. التقى رينالتو بكارلوس لأول مرة عندما كان الأخير يقيم حفلا يحتفي فيه بمرور 35 عاما على مسيرته الصحفية. وقد لاحظ رينالتو خلال تلك الحفلة نظرات الإعجاب التي رمقه بها كارلوس، وقد قرر عارض الأزياء الشاب استغلال ذلك الشغف الذي بدا على وجه الرجل المسن الذي كان نافذا جدا في عالم الصحافة والفن وصناعة الترفيه. حاول ريناتو التقرب أكثر من كارلوس
عن طريق إضافة الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث بدأ كارلوس في إرسال رسائل الغزال لريناتو وصرح له بإعجابه الشديد به. لم يمانع ريناتو في التحدث مع كارلوس بتلك الطريقة الحميمية، ولم يرفض أيضا طلب كارلوس بالقدوم من منزله وممارسة الجنس معه. وعندما أوضح له كارلوس أنه أصبح متعلقا به، أخبره ريناتو أنه يبادله الشعور ذاته. استمر الزوجين في المواعدة لمدة شهرين قبل أن يقترح كارلوس على ريناتو قضاء إجازة رومانسية سويا في نيويورك. وصل الزوجان إلى المدينة الأمريكية الضخمة في 29 من ديسمبر، واستقر بالقرب من بارك أفينيو في الغرفة رقم 3416 في فندق إنترو كونتيننتال. خلال أيام الإجازة تجول الزوجان حول بيك آبل، وقاموا بجولة في جميع أنحاء المدينة الأكثر شهرة، وذهبوا إلى المسرح والتسوق، والتقوا بأحد أصدقاء كارلوس المقربين فاندا بيريس. في صباح يوم الجريمة وقع شجار قوي بين الزوجين عكر صفو الإجازة، وكان ذلك بشكل رئيسي لأن كارلوس أعرب لريناتو عن رغبته بإنهاء علاقته به، الأمر الذي جعل عارض الأزياء الشاب يستشيط حقنا، خصوصا أن خطته للاستفادة من كارلوس كانت لا تزال في أولى مراحلها. دخل ريناتو في نوبة غضب عارمة قام على إثرها بالهجوم على كارلوس من الخلف. أمسك ريناتو بمفتاح وطعن كارلوس في منطقة الفخذ، واستمر في جر المفتاح على جسد كارلوس فقطع بذلك خصيتيه وكيس الصفن وجرح وجهه. وفي نهاية ضرب ريناتو كارلوس على وجهه ورأسه باستخدام حاسوب الضحية النقال، ثم بدأ يدعس على وجه الرجل بحذائه. عندما انتهى ريناتو من نوبة الجنون العارمة التي انتابته لمدة ساعة كاملة، كان كارلوس قد فارق الحياة بالفعل. في ذلك الوقت خلع ريناتو ملابسه الملطخة بالدماء واستحم وارتدى بدلة نظيفة قبل أن يأخذ ما تبقى من مال كارلوس معه وهو مغادر. كان المبلغ بحوالي 1600 دولار أمريكي، لكن ريناتو لن يتسلى له إنفاق أي فلس من هذا المال. كان الفضل الكبير في ذلك يرجع بشكل كبير إلى فاندا بيريس، صديقة كارلوس المقربة التي كانت تنتظره في بهو الفندق، وساهمت شكوكها في استدعاء الشرطة إلى مسرح الجريمة في الوقت المناسب لإلقاء القبض على ريناتو قبل أن يرتكب جريمة جديدة يكون هو الضحية فيها. بعد مغادرة الفندق ظل ريناتو يتجول في شوارع نيويورك لعدة ساعات دون أن يعلم أين تأخذه قدماه، وفي نهاية استقل سيارة أجرة إلى مستشفى سانت لوغا روزفلت. عندما وصلت وحدة الشرطة إلى المشفى لإلقاء القبض على ريناتو، كان الأخير قد ارتكب محاولة فاشلة لإنهاء حياته، وذلك عن طريق قطع شرايين معصمه، لكن أطباء الطوارئ استطاعوا إنقاذ حياته وجعلوه متاحا للشرطة التي كانت ترغب في استجوابه لمعرفة السبب الذي دعاه لارتكاب تلك الجريمة البشعة. لم يكن ريناتو يملك بدا من الاعتراف بارتكابه للجريمة، لكن دافعه هو من تشكك المحققون فيه، حيث أخبر الشاب رجال الشرطة أن كارلوس استغله جنسيا، وأن السبب الذي دعاه لإخصائه هو أنه أراد التخلص من شياطينه المثليين على حد وصفه. أوضح ريناتو للمحققين أنه هو من بدأ الشجار مع كارلوس في ذلك اليوم بعدما سئم من عاش حياة الشذوذ معه، وقد أخبر كارلوس في لحظة الصراحة تلك أنه لم يكن يحبه ولم يكن مثليا بالأساس، فقد كان فقط يستغل الرجل المسن ليحصل على ماله ونفوذه. نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها أطراف القضية فضلا عن علاقتها بمجتمع المثليين جنسيا الذين باتوا يحظون بنفوذ إعلامي كبير في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حظيت هذه القضية بزخم إعلامي غير مسبوق، وأصبحت حديث الناس في كل من أمريكا والبرتغال. ولذلك فعندما بدأت إجراءات محاكمة ريناتو في ديسمبر من عام 2012 وعلى يد المحكمة العليا للولاية في مانهاتن، كانت القاعة تعج بالصحفيين والإعلاميين فضلا عن كاميرات القنوات الإخبارية والشاحنات الإخبارية المتنقلة
التي حاصرت المحكمة من كل جهاتها. وجهت المحكمة لريناتو سيبيرا تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وقد غير المتهم أقواله أمام المحكمة وزعم أنه دخل في نوبة غضب بسبب تهجم كارلوس عليه أثناء الشجار الذي دار بينهما، وعلى إثر ذلك هجم على شريكه بتلك الطريقة المجنونة، لكنه لم يتذكر تفاصيل ما جرى، مما يختلف بشكل جذري عن اعترافاته التفصيلية التي أخطر بها المحققين أثناء استجوابه. يبدو أن ادعاء الجنون كان استراتيجية الدفاع التي اتبعها محامي ريناتو الذي دفع التهمة عن موكله بحجة اختلاله عقليا، واستدل بذلك على أن موكله لا يتذكر ما حدث، مشيرا إلى أن ريناتو كان يعتقد أن لديه مهمة إلهية لتخليص العالم من مثلية كارلوس الشيطانية الجنسية. على إثر ذلك قررت المحكمة إخضاع ريناتو لفحص نفسي على يد خبير ليقرر ما إذا كان الشاب البرتغالي يتمتع بما يكفي من الوعي والقدرة على الاستيعاب ليتم محاكمته أمام محكمة جنائية. وقد أوصى تقرير الخبير باستمرار عملية المحاكمة، الأمر الذي دحض حجة الدفاع الرئيسية. من جانبهم تمسك ممثل الادعاء بأن الجاني والضحية كان زوجين مقربين على عكس ما يدعي ريناتو، وأن عارض الأزياء الشاب هاجم كارلوس بعنف لأنه كان غاضبا من قرار الصحفي المسن بإنهاء العلاقة. بغض النظر عن الدافع الذي دعا ريناتو لارتكاب جريمته الشنعاء، أدانت هيئة المحلفين الشاب البرتغالي بالتهمة الموجهة له، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها فريق الدفاع الخاص به لتسليمه إلى البرتغال لقضاء عقوبته هناك، فما زالت السلطات الأمريكية تصر على أن يتم ريناتو عقوبته في أمريكا، وسيكون الشاب البرتغالي مؤهلا لنيل الإفراج المشروط في شهر سبتمبر من عام 2035. منذ صدور الحكم بحقه وحتى وقت تصوير هذه الحلقة، حاول ريناتو إنهاء حياته بنفسه مرتين على الأقل، فضلا عن النوبات النفسية والعصبية التي كانت تصيبه بين فينة وأخرى. لا تزال والدة ريناتو تخاطب المسؤولين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال للتدخل لنقل ابنها إلى البرتغال، حيث تضطر المرأة المسنة إلى السفر حوالي 3 مرات كل عام لزيارة ابنها في السجن في ولاية نيويورك. ماذا تظن أنت؟ هل تستحق هذه الأم الرحيمة التي تتجلى في نقل ابنها إلى البرتغال؟ أم أن على أسرة ريناتو أن تعاني أيضا مثل ما تعاني أسرة كارلوس عندما تحاول زيارة ضريحه الذي يقع في النصف الآخر من العالم؟ شاركنا برأيك في التعليقات. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.